اليوم يجي ولا ما يجي قهوة. Let's go. لا لا حبيبي خلاص انا صرت ما حد طالع في المونتاج. يلا من يوم ما عبد السلام المونتاج ما حبيت شخصيته. بس مسكين صار يشوف الحياه. والله العظيم مره مبسوط بالبودكاست حبيب قلبي يا غالي. شخبارك؟ خلاص هذا اخر وحبي خلاص انت سوي مو انت كذا سوي بعدين كان الضربه النهائيه. حاب اقول لكم ريبورتز انه مره شكرا على الفيدباك حقكم على الحلقه اللي فاتت، لانه هذه اول مره انه عبد العزيز ما يمنتجها. قرانا كل الكومنتات اخذناها وسوينا ميتنج كذا صغير من سب ميتنج مع المنتج، واحس انه الجلسه كانت مثمره صراحه وكل بكل ادب. شو المونتاج؟ ايش منتج الله يمنتج احسن منك. منتج بكواليتي. ايش قلت؟ عبد الله يمنتج احسن. ايوه انا معاك. يا ابني حتى ما تعرف تمسك جوال. عبد الله ايش حنسوي اليوم؟ اليوم يجي ولا ما يجي قهوه. ليتس جو. عبد الله هل انت جاهز؟ انا دائما جاهز. بين يدك عشان الناس يعرفوا انه في انسان يعني ما بنتكلم عن مين. مرحبا. يجي ولا ما يجي تيك توك قهوه؟ نلعب كوره في الحاره، نسمع صوت الطياره، واليوم بزنس كلاس يا بابا. I love it when you call me بابا. زي ما تشوفوا الفوتز الحلو في الموضوع ان دحين هذا، اسمعوا ما امزح معاكم، هذا يا دوب لقيته في جده كله سولد اوت. للمعلوميه انا وعبد الله طول حياتنا هذا كان افضل حلاوه عندنا هو الرول ابس الى الان. ايوه بس يعني الناس دوم اكتشفوه وحبوه، فهمت؟ احنا طول حياتنا ايش بك ست؟ ما في تناسق بيننا. لا ما ضحكتني. ايش في يا حبيبي؟ ايش في؟ قلت مليون سالفه. اوكي يلا يلا كيف حنخليها يجي ولا ما يجي؟ انه يعتمد على السرعه. يلا شوف يا الله اسمع اقسم بالله الايس كريم هيذوب ريحه ايش بس؟ ريحته ما ادري ريحه كذا تحسه كذا حنان وخديجه. يلا 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 شوف شوف لا تسوي لا تسوي عبد الله لا تسوي شوف 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 اوكي تقفلها شوف خلاص شوف ايش ما انت الايس كريم صار جامد. ايش جامد؟ ايش اللي جامد؟ جمد 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 الايس كريم جمد خلاص. ايش اللي جمد؟ هذا جمد. اسمع الحين لما تاكل حيت قدام شوف 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 ايش هذا؟ تعزيز يتكرمش صار قزاز. مستحيل صار قزاز. مستحيل. بسرعة بسرعة حينجف نجف 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 خلاص تولي أمزح. أوه ظنك ذكي عبد الله. أقول لك إيش حشاها سواها زي سمبوسة ما في طلوع من الآيس كريم. واحد زي ده انكسر كسرها. هيا هيا ما شاء الله شاب. يلا 1 2 3 اسمع اسمع من متى هذا الترند ذي؟ عطس 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 شوفوا ايه اشرب واشرب من الجهه الثانيه. انا ما احب الايس كريم سايح يجيب لي الهم اقسم بالله والله العظيم والله صار ميلك شيك. انا ما احب الميلك شيك. ايش اسمع من كلامك الكثير ذا لكل الناس اللي يروحوا مثلا باسكن روبنز ويطلب ميلك شيك. ايش جوك؟ ايوه ايش جوك داري. يطلب ثلاث ايس كريم وخليها كذا. ايش فيه يعني؟ خذ ايس كريم حطه في الشنطه يصير ميلك شيك. ما في احنا اقول لك ايش احنا في الحلقات لو بجت فانت تسوي بفلوسك كذا. اي الله يسعدك. لا 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 الله هي فلوسي ولا لا؟ 3 2 1 ما يجي؟ لا عبد العزيز بس يحب ما يجي. اوه كذا كذا مزود الاثاره كذا نسوي لها ما يجي يفسخ بعين الباي باي ما يجي والله ما يجي كذا شريف. انا كذا انا كذا انا كذا علمني ليش؟ ليه عاجبك؟ عاجبني انه طعم. ليه؟ شوف ما امزح معاكم، يعني هو الكومبينيشن الحلاوه مع الايس كريم ممتاز، لكن اذا تغير هذا الى فانيلا بالضبط. طيب يعني يجي ونص يعني مو بالضبط مو ما يجي. اسمع هو المشكله ايش؟ اغير لك بلوز. لا لا ولكن اللي بعده ليتس جو. وليجي ولا ما يجي؟ وليجي ولا ما مره ممكن تقول ويجي ولا ما يجي اللي بعده؟ اوكي ممتاز اعتبر انه انا قلتها هذه. بعد الاكل اللي بعدها من افضل اكلات عبد العزيز ودائما يقولها في كل حلقه، حتى لو الحلقه ما لها دخل، حتى لو سفر لازم يجيب سيرتها. ولو تروح لكل البلدان العربيه كل واحد يعرف الاكله، ودائما هم يسووها لانه كل بيت عنده طريقه خاصه كيف يقولها كيف يقولها كيف يطبخها. يجي ولا ما يجي مكرونه بشاميل قهوه؟ He's fine. Got Lucy on the line. Let's get this started. Where's the party tonight?
الله. اوه قهوه قهوه. زي ما تشوفوا الان كذا شكله صار. والله العظيم I'm so proud of us لانه هذه شيء عالمي ولا عمرنا فكرنا فيها. بس سؤال هو الحين لو ناكله حيكون انه كاننا شربنا قهوه؟ ايوه. اقول لك ايش هذا، بنقلل وقتكم ريبورترز. اللي حلو فيه انه جمعنا القهوه بالاكلات فيصير ما في ما في وقت لشرب القهوه. You get insane. حتى لغات يا الكلب. ما اخفي عليكم الشكل بشاميل. السطح بشاميل، لكن هل الطعم بشاميل؟ واو. اسمعوا ما امزح معاكم، شكله تيراميسو. تيراميسو والله. واحد داوي قال تيراميسو يا واد. اوه وش بها، ايش المكرونه كذا اكبر من راسك؟ ما امزح معاك، عشان مو كانه اكله صينيه تشاينيز. اسمع ما هو بشاميل، شوف كانه سشوان. الصينيين يحطوا كافيين؟ لا ما في كلام كثير، على طول 3 يلا يلا 1 ايدي ما يجيني دحين يجوع. يلا والله الريحه ما يخليني اقول. يقول لي لا تاكل يا صديقي، يا خوي لا تاكل والله. 3 2 1. لا لا والله عيب. لا عبد العزيز مره غلط والله. ما اعرف ليه ما في شيء ترى. عبد العزيز قهوه ما حب يعملي قال. مره والله العظيم جيت اول مره اشوفك بيجي ولا ما يجي. مره ما تيجي. اسمع بالله ممكن توقف شيء. لا بس بالله صوت صريح، صوت صريح. لا 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 شوف ما قلت لك، ما قلت لك انت عندك طعم غير. شو قاعد تقول له؟ راح اسمع والله العظيم يعني. هاي ايش رايكم بالهاي ديفينيشن كاميرا؟ ممثلين شوف. هيا 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 فلمها. انت كويس نحتاجك، احنا بس صرنا حلقه واحده. ايوه اسمع قد كذا سيء؟ مره سيء. شوف يلا يجي ولا يجي. عبد الله هذا مسكين مو زي ما عندتنا. اللي بعده الاكله الثانيه من احلى الاكلات عندنا. احس الاكله هذه تشتهى دائما في رمضان وتعتبر حلا. فهذه الحلا اول مره على اسم ام ولد. طيب يجي ولا ما يجي؟ ام قهوه أو ام علي؟ ام علي ام قهوه ام علي. ما اخفي عليكم، ما اعرف ليش سبحان الله اكتشفت انه القهوه يطغي الريحه حقته على اي اكله، فاهم؟ الاكله تختفي الهويه حقتها. مو عشان لما تصير كذا اول مره اكله كئيب، فاهم؟ لا تاكل مو اماكن العطور لما تشم اكثر من عطر واحد يعطوك بن تشمه عشان يقفل الخشم، عشان بعدين تسترجع الريحه ونديك تشم عطور ثانيه وتشوف اذا يعجبك ولا ما يعجبك. هل كنتوا عارفين هذا الشيء؟ هذه معلومه صحيحه. دوبك عرفت قلت اوه. لا عشان شميت هذا الشيء. شمموني بن. مين شممك بن يا حبيبي؟ الا عشان شميت عطر كثير عشان بن. ايش كان؟ ايش بن كان؟ اثيوبي قهوه تركي. يلا يلا قهوه تو علي. لا 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 خليك حقاني. انا قلت شيء؟ مين انا؟ لا خليك حقاني. انا ما اشرب قهوه، ليش اسوي يجي ولا ما يجي قهوه؟ انا ما عمري بحياتي اشرب قهوه. لا عشان تعرف انه انا اشرب ايش. احنا ليش بنسوي هذا؟ لانه تعرف الترندات الحين الكافيز. طار شيء من فمي هنا معلش. يدك ايش هذا؟ ايش هذا؟ والله تعبت ريبورترز، عبد كل يوم ياكل يعني تعبتني والله تعبت والله. ايش اللي هلات هذه؟ تعال هلا اسمع. حبيته لكن اظن تحتاج شويه. حيجيني ارق اليوم من كثر القهوه. طعم بالضبط اقول لك ايش، انه قاعد تشرب كابتشينو اخذت الكروسان غمسته واكلته. واو هو ده هو ده الحب الحقيقي. احنا رمينا الكروسان اصلا. يجي ولا ما يجي؟ ليه بتصور؟ ايش يقول لك في حياتك؟ واحد بيصور احد ياكل تصوره ايش؟ يا ابن ولا شيء عجب عبد الله. ما ادري عنه. جربه جربه. وين رايح انت؟ كبيرة. هذا اللي يحب الحين قاعد ياكل يتلذذ ونشوف كيف رد فعله. انا احس اللي يحب النسكافيه يجي ولا ما يجي بسرعه؟ فكره يجي. انا احب الحين يجي؟ أيوه. تحس شويه كذا في جو تيراميسو كذا يعني فاهم؟ ايوه ايوه. حلقه قهوه 3 2 1 ما يجي. اقسم بالله لا لا والله العظيم اي صح. واللي بعد هذه يسموها ايش؟ ابن الارانب. كذاب صح ولا لا؟ الا صح.
من اي دوله ودنا القطه ايش شيء بس تغيير حيوان ولا شيء ركز على اوه والله فول اوه تحسه من الشكل صار متبل 3 2 1 واو اسمع ما امزح معكم والله العظيم شيء غريب اسمع اول ما تاكلها كذا بس فيش قهوه اختفي القهوه تجيك تياك شوف ولا تدوى بعدين يختفي ويصير بعدين ياخذ الساحه مين الحمص انت تاخذ وقتها ايش مو ما ادري اسمع هو مو انه مين اللي يشبع فاهم بس الذوق اي ايش والله ممتاز والله مقبول اسمع مرارة حسيت هذه صح؟ ايه دبي بس هذه صارت ايوه ايش طالع بدني ولا ايش؟ ايش فيه؟ هنا فيه ايش فيه؟ صرصور ولا ايش؟ الكواير تيست انه مو كل احد حيحب هذا الطعم لكن يتصفى الفلتر ويقعد تاكل اكثر من مره لين ما يبقى كم شخص ليش تسوي زي؟ قهرت شوي فقلت انه حلو حسيت انه احنا دائما نفس الطبق ما ينفع واحد اعلى من الثاني فاهم؟ فالمهم يا جماعه الخير احس ريبورترز حسيت مراره القهوه مع مراره الحمص هي مراره حموضه اسمعوا دحين مراره وحموضه مع بعض بوكس حلو دحين تعرفوا انه دحين صار في ترندات كلها كوفي شوبس فاذا شفتوا هذه الطبقات نادونا مجنونة يلا 3 2 1 يجي ليه ما عدينا قسما بالله يجي هل هتاكلها مره ثانيه نعم كذاب كذاب نعم كذاب وجهك انت والكرلي حقك لا كذاب فانت ايش رايك في الموضوع انت يجي انا عجبني بس ما حاكله مره ثانيه الا لو يعني يدينا نعض ما نعض يجي ولا ما يجي في يس بس نعض كم انجريدينت ويصير مظبوط صحيح انا معاك بس خلصنا الحلقه حبيبي ايش في ايش في خلصنا ايش في تبغى نقعد لين يوم كامل ايش في حسبتك شوكولاته يا جماعه ايوه تكون حلقه ريبوتس اعطونا اقوى لايك اعطونا اقوى اشتراك وكونوا من اقوى وارهب جيش في اليوتيوب وبرا اليوتيوب وريبوترز يا عمي خليني اتكلم بس خليني اخلص اللي عندي ريبوترز سادي ريبوترز رجعوا سادي ريبوترز ابدا ما حينقطعوا سادي ريبوترز رجعوا بعدين اسبوعين ما نيجي مين مره خلص التاريخ شهرين لا بس دي مره لا من جد جنب بعض دائما حنصنع التاريخ زي ما نكون وكونوا كمان انتم رائعين سلام ما قفل كم؟ الا نقفل كم يا واد الحافظ الواقف 3 2 1 شو المونتاج زي وجهك ذا؟ اقول بعدين استنى وجهك اقول عبد الله يسوي احسن طيب يلا طخ طخ ايش انت بتش من الاله الحاسبه؟ قاعد اقول لهم النكت شايفين؟ خلص علي اضربني يا ولد ايش المونتاج زي وجهك هذا؟ ايش بك؟ ايش بك؟